إلى تعز، حيث تتضاعف المعاناة الإنسانية جراء الحصار الحوثي الإرهابي المستمر للعام الثامن على التوالي، وبينما تفشل جهود المبعوث الأممي في فتح طرقات تعز وإنهاء المعاناة الإنسانية التي خلفها إغلاق المنافذ من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، تتفاقم التداعيات الاجتماعية للحصار لدى سكان المدينة، خاصة خلال أيام العيد. وتسبب الحصار الحوثي وقطع الطرقات من قبل الميليشيا في معاناة آلاف الأسر وتباعدها، خاصة خلال الأعياد. معنا أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور محمود البكاري. نرحب بك دكتور محمود. في البداية، ما أبرز الانعكاسات الاجتماعية للحصار الحوثي على تعز وقطع الطرقات؟ طبعا اولا لابد ان نشير الى ان الحصار المفروض على تعز هو لا يعني بالضروره، وان كانت مدينه تعز هي المستهدفه بالتاكيد، لكن هو بالحقيقه محافظه تعز برمتها هي المستهدفه من الحصار المفروض على تعز. فطبعا كما هو الحال بالنسبه لمعاناه ابناء المدينه من الحصار، ايضا ابناء محافظه تعز اليوم يقعوا خارج المدينه هم ايضا يعانون من الحصار، وهذا يتطلب ان يكون الجميع يعني على موقف واحد للمطالبه برفع الحصار عن مدينه محافظه تعز بشكل عام، يتمكن ابناء المدينه وابناء المديريات خارج المدينه من التواصل في مختلف المناسبات وفي يعني كافه الاوقات. ولذلك نستطيع القول ان ابرز الانعكاسات الاجتماعيه على هذا الحصار المفروض كثيره ومتعدده، لكن ابرزها هو طبعا عدم قدره المواطنين وعدم قدره الاسر على التزاور وعلى اللقاء في مناسبات اجتماعيه مثل الاعياد، وايضا في مناسبه الافراح وفي ايضا المآتم ومناسبات كثيره تحرم الاسر من اللقاء والتواصل مع بعضها داخل وخارج المدينه بسبب الحصار القائم. وطبعا الذي هو طبعا يمثل في الحقيقه يعني مظهر من مظاهر البؤس التي يعني يعاني منها ابناء محافظه تعز، وهو عدم قدرتهم على تحمل هذا الحصار الذي يعني يضرب العام الثامن في على هذه المحافظه. وايضا هناك الكثير من المظاهر والتداعيات الاجتماعيه المتعلقه ايضا بالجانب الصحي، هناك الكثير من حالات الوفاه التي تحصل لبعض الحالات المرضيه منها النساء الحوامل، ايضا مرضى الفشل الكلوي، مرضى الجلطات، كل ذلك يمكن ان يموت بالطريق وهو قبل ان يصل الى المشفى، سواء كان داخل المدينه او الى خارج المدينه، وهذه ايضا من اهم التداعيات الاجتماعيه القائمه او المترتبه على موضوع الحصار. ايضا لدينا موضوع اخر وهو متعلق ان معروف ان جامعه تعز هي تقع داخل مدينه تعز، ولذلك هناك عدد كبير من الطلاب يقعوا خارج مدينه تعز وليس لديهم القدره على التواصل والوصول الى مدينه تعز لاستكمال تعليمهم. هناك الكثير من الطلاب يحرموا من التعليم، والبعض الذي يحاول ان يتعلم خارج المدينه او في مراكز معينه خارج مدينه تعز وخارج جامعه تعز ايضا يصعب عليه الوصول في بعض الامور التي تخصه في مجال التعليم الى مدينه تعز، كثرة ما قلنا بعد الطرقات وايضا الكلفه الماديه وايضا وعور الطرقات واشياء كثيره تعيق الانسان من التواصل والوصول الى مصالحه او اعماله. نعم، اذا هي معاناه انسانيه تتفاقم في تعز جراء الحصار وقطع الطرقات من قبل الميليشيا الحوثيه، لكن هل لذلك اثار نفسيه على السكان؟ اكيد هناك، لكن ما هي الاثار النفسيه او اخطرها التي قد تؤثر على السكان؟ طبعا اهم وابرز الاثار النفسيه انه طبعا كل ما سبق له اثار نفسيه، الشخص يعني لا يشعر يعني بانه يعني قادر على ان يحقق مصالحه او يصل الى تحقيق اهدافه بسبب هذه المعاناه، لكن ابرز المظاهر النفسيه والاثار النفسيه انه هناك البعض من الناس لديهم مشاكل قريبه جدا على يعني على مرمى حجر من في الطرف الاخر، وذلك يعني على مرعى العين ولا يستطيع ان يصل اليها الا بشق الانفس، وهي طبعا تعتبر اهم واكثر الاثار النفسيه المفروضه على يعني بسبب الحصار من الناس يكون يرى منزله ولا يستطيع ان يصل اليه، يعني بامكانه ان يصل بدقائق معدوده ولكنه يحتاج الى ساعات كثيره عشان يصل ومبالغ وكلفه ماديه كبيره، وهذه من اهم الاثار النفسيه التي يعاني منها السكان بسبب الحصار القائم. نعم، اذا تعز تعاني من اثار نفسيه بسبب هذا الحصار وكذلك اثار اجتماعيه، ما الذي يفترض بالجهات الحكوميه او الاكاديميه عمله لابراز هذا الجانب ومخاطبه المجتمع الدولي برايك؟ طبعا الجهات الاكاديميه طبعا ليس وقتها الان، لانه موضوع الدراسه لا تحتاج الى دراسه، المعاناه قائمه واضحه ماثله للعين لا تحتاج الى بحوث او دراسات. ولكن فيما يتعلق بالجانب الحكومي يعني لابد من تكون هناك حضور لمؤسسه الدوله في
وتوفير خدمات التخفيف من معاناه الحصار ورفع المعاناه عن السكان بالحد المقدور عليها، لان كثير من الخدمات ايضا تحتاج الى جهود الحكوميه لتخفيف كما قلنا اثار الحصار ومعاناه السكان. ما يتعلق ايضا بمخاطبه المجتمع الدولي، يجب ان ينطلق الجميع من الضغط على اساس انه لتنفيذ مقترح المبعوث الاممي اللي كان يمثل حال وسط طبعا بين الطرفين، وهو فتح طرق معينه يعني هي تعتبر حال وسط ومقبوله. يفترض ان يتم ليس مبرر ان يعلن المبعوث الاممي فشله في تنفيذ مقترحه، يجب الضغط بتنفيذ مقترحه لانه يخدم مصالح كل الاطراف، وطبعا هو مقترح ايجابي ويجب التعامل والتعاطي معه بايجابيه لان هذا هو المخرج. وطبعا نؤكد ونشير الى ان الغرض من فتح الطرقات ليس منعطف او مرحله جديده لاستمرار الحرب، ولكن يجب ان ندرك الجميع ان المطالبه بفتح الطرقات هي تعتبر بالاساس جانب انساني مهم لابد ان ننظر اليه بتجرد، وايضا هي تعتبر يعني ضمن خطه مزمنه لحيال السلام الشامل والتام والعادل والقائم على اساس تنفيذ كل المرجعيات المعنيه بهذا الموضوع. وايضا يجب ان يكون هناك خطه مزمنه لدى المجتمع الدولي مبعوث الامم المتحده للبدء على الفور بتنفيذ الترتيبات السياسيه والامنيه والاقتصاديه والعسكريه كلها في ان واحد، من اجل ان يكون هناك ضمانات للكل بان فتح الطرقات لا يعني استمرار الحرب حتى تكون هناك هواجس امنيه، انه البعض يريد ان يستخدم هذا الممر او المعبر المدخل للجوانب العسكريه، يجب ان يكون هناك ضمانات ان السلام الدائم الشامل والدائم سيبدا من اليوم الثاني بعد تنفيذ او بعد فتح الطرقات، تهدي على طول مباشره تنفيذ الشق العسكري او الامني والسياسي والاقتصادي كمنظومه مستمره الى السلام وانهاء الحرب. نعم. استاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمود البوكاري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.